ممدوح كابتن ممدوح النهارده المباراه اكيد يعني تحمل يعني الكثير، اكيد نادي الصيد في امور كده مهمه، وعايزين نعرف كمان ان النهارده حققوا قطاع السيدات للكره الطائره. خلينا نعرف مع الساده المشاهدين كل هذه الامور. مع حضرتك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببارك لكابتن حمدي الصافي اسطورتنا الكبيره، انجاز كبير في ان هو النهارده حاسم البطوله قبلها باكثر من 4 5 اسابيع، فبيحقق ارقام قياسيه زي ما عودونا البنات في النادي الاهلي. يمكن وجودي النهارده مع كابتن ندى ايمن نجمه الجيل السابق ومحقق ارقام قياسيه مع النادي الاهلي، مع كابتن تهاني توسن ومنى عبد الكريم ويوسف عبد الكريم، فاجيال بتتواصل مع بعضيها. تملي النادي الاهلي للبنات محققين ارقام قياسيه بتخشوا الموسوعه، لان معودين النادي الاهلي وجماهيرهم ان هم تملي عاملين ريكورد كل سنه بيحققوا اي بطوله بيخشوها. فبنبارك لكابتن حمدي ونبارك للنشاط الرياضي ونبارك لمجلس الاداره، والنهارده ان شاء الله فرقه السد فرقه من عناصر شابه، كابتن احمد فتحي مهتم جدا، ومجلس اداره نادي الصيد بقياده طبعا مدير النشاط الرياضي كابتن اشرف الفار ابن النادي الاهلي، وعندنا بنات لاعبات بيلعبوا اعاره السنه دي في النادي الصيد. فماتش فريندلي ان شاء الله يعملوا ماتش كويس ويكون خير ختام ان شاء الله. ان شاء الله كابتن ندى، يمكن